الشكر لله الأمطار والثلوج جنبتنا كارثة جديدة في يناير أم غاز المجاهدة المجاهدة والمقاومة زهرة ضريف بطاط والمناضلة الوطنية خالدة تومي أهلا وسهلا بالنقابيين اللي جاوا بكثرة اليوم لحتى يعبروا عن مقاومتهم واستعدادهم لخوض كل المعارك دفاعا عن مؤسساتهم وعن حقوقهم اللي هي في خطر. أهلا وسهلا بالمسؤولين تاع الحرس البلدي اللي التحقوا بنا لأنهم حتى هما في أوضاع صعبة جدا في أوضاع صعبة ولكنهم يقاومون. نعم، في اجتماعها الأخير اللجنة المركزية نتاع الحزب وضعت كل القواعد النضالية في حالة استنفار قصوى en état d'alerte maximum لأن الجزائر بلادنا العزيزة دخلت في منطقة الاضطرابات الكبرى parce que notre pays, notre cher pays, a rejoint la zone de très haute turbulence. نعم، سطرنا لمخطط عمل طموح يناسب الرهانات اللي هي مطروحة علينا جميعا كشعب وعلى الأمة الجزائرية قاطبة. قررنا الخروج للميدان لمناقشة المواطنين في العمل الجواري. فاليوم السبت في كل الولايات ورغم الأمطار والثلوج خرجات جوارية يقوم بها المناضلون والمناضلات. قررنا تكثيف كل النشاط الحزبي والشعبي من قبل الفروع وقررنا أن تتوحد كل القوى النضالية كل الكفاءات لأن الظرف خطير وخطير جدا وإذا ما استدركناش الأوضاع قد يحدث وهذا لا ما لا نتمناه ما لا يمكن جبره لأنه اليوم أصبح واضح أنه إنقاذ البلاد إنقاذ الجزائر من مسؤولية كل الضمائر الحية أي أغلبية الشعب من العمال والنقابيين من الإطارات من الشباب من النساء من الفلاحين من الشرائح المنجرحة هذه هي الضمائر الحية واليوم الخط الفاصل لا لين دو ديماركاسيون ما هياش الإيديولوجيات ما هياش الانتماءات الحزبية أو حتى النقابية إنما هي الوطنية الباتريوتيزم اليوم المعسكران اللي يتواجهوا واضحين les deux camps en confrontation sont clairs et délimités من ناحية أقلية صغيرة جدا من المفترسين والحركة الجدد لنيو حركة والمافيات ومن جهة أخرى الأغلبية الساحقة نتاع الشعب اللي هي وطنية اللي هي تحب تحافظ على ظروف بقائها وتحب تحافظ على بلادها وعلى استقلالها لأنهم الشرط باش تتحسن ظروف معيشتها لأنه للأسف من أول يوم من هذه السنة تأكدت كل قراءاتنا وكل مخاوفنا فاليوم الغد مشكوك أكثر فيه أكثر من أي وقت مضى لا يمكن لأحد أن ينكر أنه الحرب على سعر برميل البترول هي حرب عالمية
وأنها تستهدف كل البلدان المنتجة والمصدرة، والتي عدد كبير منها على وشك الانهيار. وهذا الحرب ستتفاقم أكثر وأكثر جراء رفع الحظر عن تصدير الخام الأمريكي اللي كان موجود منذ 40 سنة. وحتى بريطانيا زادت في حجم تصديراتها، ورفع الحظر عن المنتجات البترولية تاع إيران، ومن حق إيران أنها تعيش أيضا من ثرواتها الباطنية. اليوم صحيح أنه العرض أصبح أكثر من الطلب، لأن الاستهلاك تراجع أيضا على المستوى الدولي جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الغير مسبوقة. فبالنسبة للإدارة الأمريكية وللعربية السعودية اللي تطبق الأوامر نتاعها، وبالنسبة لكل البلدان اللي خارج منظمة لوبيب، الأمر كأنه هذاك الثعبان اللي عض ذيله، سي كوم لو سيربون كي سو مور لا كو، لأنهم حتى هما مستهم الأزمة وراح تهزهم أكثر فأكثر، ويدخلون في الدوامة الجهنمية اللي هما تسببوا فيها. وهذا ما يؤكد الطابع الغير متحكم فيه للأزمة نتاع النظام الرأسمالي عامة. أي نعم، بلادنا للأسف لحقت بها الأزمة، لكن للذين يقولون لكم لازم تسكتوا لأنه هذه أزمة والسعر نتاع البرميل انهار، ردوا عليهم كلا، نعم هناك أزمة لكن الحلول موجودة، الحلول الوطنية اللي تحفظ البلاد من الانهيار كاينة، والدراهم كاينة، مش في جيوب العمال، مش في جيوب الفلاحين صغار، مش في جيوب المتقاعدين والإطارات. نعم الوسائل كاينة، كاينة، ويمكن إفرازها من خلال نقاش وطني يكون يعني نقاش صادق للبحث عن السبل لتجنيب بلادنا الانتكاسة الكبرى. على سبيل المثال للحصر، احتياطي الصرف اللي قاعد يدوب كل يوم أكثر، عوض أن يبقى في شكل سندات أوراق اللي ما تصبح عندها قيمة، أليس من الأحسن أن يحول إلى ذهب؟ إلى ذهب لأنه قيمة مضمونة. ثانيا، اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اللي خسرنا كل سنة 1,400,000,000 يورو بسبب رفع الحواجز الجمركية عن المنتجات الأوروبية، واللي جاية من منطقة التبادل الحر العربية. هذا الاتفاق بالذات يمنحنا الوسيلة لنوقف هذا الارتباط، لأنه هناك بند يقول أنه عندما ميزان المدفوعات لا بالانس دي بايمون تختل، يمكن لأي طرف أن ينسحب. ميزان المدفوعات نتاعنا العجز نتاعه أكثر من 18%. ثالثا، هناك إمكانية اللجوء لضريبة على الثروة للـ5,000 ملتي ملياردير اللي نهبوا المال العام والعقار والممتلكات. وهذا مش إجراء اشتراكي أبدا، هذا مش إجراء اشتراكي، هذا إجراء تاع البلدان الرأسمالية. هناك إمكانية مصادرة الثروات الغير شرعية، هناك إمكانية مكافحة الفساد وتهريب الأموال عندما تتوفر الإرادة السياسية. التهرب الجبائي اللي في سنة 2011 بلغ 800 مليار دينار في القطاع الرسمي دون لو فورمال، بينما القطاع الغير رسمي المبالغ الضخمة
تفوق 320 ألف مليار دينار. ثم هناك الخمسة مليار دولار اللي الدولة سلفتهم للأفمي باش يدمر بيهم بلدان أخرى بداية باليونان. ثم هناك الإعفاءات الضريبية السنوية للمفترسين، لأن الأمر لا يتعلق بالقطاع الخاص التقليدي، هذيك الشركات الخاصة التقليدية هذيك مهددة بالزوال، إنما المفترسين اللي لهذه السنة عندهم 90 مليار دينار كإعفاءات دون أي حصيلة. ثم هناك استرجاع المبالغ الضخمة تاع القروض للأصدقاء وللمفترسين، لو ريكوفرمون دي كريدي كولوسو نتاع لي بريداتور لي كوكان اي لي كوبان. لكن بطبيعة الحال هكذا تصويبات وإجراءات جريئة وأخرى يمكن للخبراء ويمكن للنقابيين وللإطارات تقديمها لتبنيها لإخراج بلادنا من الدوامة الجهنمية. هذا الإجراءات تتطلب مؤسسات ذات المصداقية، شفافة في اشتغالها، ديمقراطية تكون طردت من صفوفها مؤسسات لا يوجد في صفوفها مفترسون ومافياويون. نعم، مؤسسات تكون في خدمة الأمة حصريا، ليس خدمة أقلية مفترسة ومافياوية ولا خدمة مصالح أجنبية. مؤسسات تكافح فعليا الفساد وافتراس المال العام والممتلكات العمومية. مؤسسات يحاسبها الشعب، des institutions qui rendent compte au peuple. لكن عوض هذا الشيء، عوض فتح النقاش، الجواب نتاع المؤسسات اللي على هذا الوضع هو بمثابة إعلان حرب على الأغلبية، على العمال، على القطاع العمومي، على الشركات الخاصة التقليدية منها، على الفلاحين، على الإطارات، على الشباب وعلى الاقتصاد الوطني عامة. فقانون المالية لسنة 2016 يوجه يدفع بالبلاد نحو نقطة القطيعة. La LF 2016 pousse le pays vers le point de rupture ما بين الأغلبية الساحقة وبين المؤسسات تاع الدولة، لأنه الوضعية من الآن لا تطاق. Parce que dès à présent la situation est insoutenable. بالأمس فقط كنت في السوق وجلت ما بين مختلف التجار ولاحظت وطرحت الأسئلة على التجار وعلى المواطنين. الأسعار ارتفعت ما بين 60% و100% بالنسبة للخضر والفواكه، والضيق الاجتماعي واضح على ملامح الجميع، على المواطنين وعلى التجار، لأنهم شايفين تراجع الاستهلاك. حتى في وضع مصر في الفترة الأخيرة نتاع حسني مبارك قبل سقوط النظام مباشرة، وحتى الوضع في تونس مباشرة قبل سقوط نظام بن علي ما وصلتش الدوامة الجهنمية إلى هذا الحد بهكذا سرعة. إن الجزائر تتوجه بهذا التوجه الاقتصادي اللي فيه قطيعة كلية مع التوجه اللي أملى به رئيس الجمهورية منذ 2008 إلى غاية 2014، حيث صوب التوجه الإفلاسي اللي كان موجود في السابق. التوجه الجديد يرمي بالبلاد في
يرمي بالبلاد في الانكماش. Il propulse notre pays vers la récession. بتراجع الاستهلاك وبالتالي إفلاس عشرات آلاف المؤسسات العمومية والخاصة. بينما من الآن ديوان الإحصاء الوطني يعلن عن تفاقم البطالة في السنة الماضية، فما بالكم في هذه السنة المقبلة، حيث اتخذ قرار بعدم استخلاف اللي يروحوا للتقاعد، de ne plus remplacer aucun retraité. فأين سيجد شبابنا حاملي الشهادات الجامعية وحاملي الشهادات تاع التكوين المهني، أين سيجدون مناصب شغل؟ ألا يحضر هكذا توجه للعنف، لتمزق النسيج الاجتماعي، لأنه فقط الأقلية الصغيرة نتاع المفترسين والمافيات هي اللي تقدر تعيش، وباستفزاز تبين البذخ نتاعها وتستفز الأغلبية نتاع الشعب. ولقد سجلنا منذ بداية السنة بسبب ارتفاع أسعار الوقود اللي انجر عنه ارتفاع كل الأسعار تاع المنتوجات الصناعية والفلاحية، لأن تكلفة تاع الإنتاج المنتج بالصفة عليه يسقطها على المنتوج اللي يعرض للبيع. هاد أبجديات الاقتصاد، وبالتالي هاد الغضب الشعبي اللي بدا يزمجر، هاد الحراك الشعبي. مش نحن، مش حزب العمال هو اللي نادى ليه، هو اللي يعني تسبب فيه، إنما قانون المالية اللا وطني واللا اجتماعي لسنة 2016. ونحن على يقين لو كان رئيس الجمهورية على دراية بما يجري في أرض الميدان لصوب هذا التوجه الكارثي، ولرجع التوازنات للزيكيليبغ حتى ما تحدثش القطيعة العنيفة. أخواتي إخواني، إطارات الحزب، النقابيين والنقابيات، ضيوفنا الأعزاء، منذ أيام قليلة جريدة إلكترونية نشرت خبر مفاده أنه رئيس الـFCE طلب قرض جديد من عند البنك الوطني الجزائري بمبلغ 180 مليار دينار، أي مليار فاصل ستة دولار، مليار فاصل ست ستمائة مليون مليار دولار فاصل 600 مليون دولار. والضمانة اللي قدمها الضمانة تتمثل في 830 صفقة عمومية، 830 صفقة عمومية. ما قدمش شركاته ولا عقاراته ولا لوتيل نتاعو في اسبانيا ولا ممتلكاته في الخارج او في الداخل، لا، صفقات عمومية اللي اداها بالتراضي. وعندما نندد بالمفترسين وعندما نتكلم عن الحقيقة بالوقائع الدامغة، يتكالب المفترسون ضدنا. هذه وقائع، هذه حقيقة، لم يأتي تكذيب لا من البنك الوطني الجزائري ولا من عند المعني بالأمر، والسكوت علامة الرضا. وبالتالي وهذا الشيء يحدث اليوم، هذا يحدث اليوم في ظرف أزمة مالية اقتصادية اجتماعية جد عنيفة، وهي تهدد استقرار بلادنا. أنا أطرح عليكم سؤال جميعا، هل علينا أن نسكت أمام هكذا استفزاز؟ هل نسكت أمام هكذا انحرافات؟
ألسنا بحاجة لل 180 مليار دينار لتلبية التطلبات الحيوية لأغلبية الشعب، للحفاظ على وسائل الإنتاج، للحفاظ على بلادنا؟ وهذا ما هو إلا مثال واحد، إلا مثال واحد اللي أكد بأن التقشف فقط لأغلبية الشعب، للعمال، للشباب، للفلاحين، للمتقاعدين، أما الأقلية المفترسة والمافيوية فهي بالعكس تحظى بالمزيد من الهدايا، وبإمكانها أن أن تلهف، بإمكانها أن تستحوذ على المزيد. إلي بور لا مينوريتي سو سون دافونتاج دو كادو اي دو سيفوناج دي فون بوبليك. إن هذا الوضع، إن هذا الوضع يعجل ويضخم الأزمة السياسية في البلاد، وكأن بلادنا سفينة ثملة، سفينة ثملة، كوم سي نوتر بيي ايتي ان باتو ايفر، ما على بالناش شكون اللي يقود. بالنسبة لنا قانون المالية لسنة 2016 اللا اجتماعي واللا وطني، وانحلال وتفسخ مؤسسات الدولة بسبب مافياوة العمل الاقتصادي والعمل السيادي جراء تلاقي المال الفاسد والأعمال المشبوهة بالمؤسسات، يمثلان خطر قاتل بالنسبة للدولة المركزية وبالتالي بالنسبة للجزائر. وعليه بالنسبة لنا الأولوية، أولوية الأولويات يجب أن تكمن في مكافحة قانون المالية لسنة 2016، مكافحة انحلال المؤسسات ومافياوة الاقتصاد والعمل السياسي، لأنه إذا كانت الحرب على سعر برميل البترول ليست مسألة جزائرية، إلا أن قانون المالية لسنة 2016 رفع القناع كليا على طبيعة السياسات والنوايا الحقيقية، حيث اتضح أن من يقرر هي السلطة، موازية للسلطة الرسمية في خدمة أقلية من المفترسين والمصالح الأجنبية. وهذه الأقلية تملكها الرعب أمام انهيار سعر البرميل، وأمام تزايد الغضب الشعبي العمالي الشباني نتاع الشرائح الواسعة. هذا الغضب الشعبي الذي يتصدى ويريد توقيف هذا المسار الانحطاطي. ولذلك الأقلية تريد الآن الاستحواذ على كل شيء، كل شيء وفورا، حتى تتمكن من تحويل ثروتها للخارج. هل نتركهم يقومون بذلك؟ هل نتركهم يفلسون الجزائر ويحولون أموالنا للخارج، أم نتصدى؟ في الأيام الأخيرة محافظ البنك المركزي الجزائري السيد القصاصي قام بتصريحات كان المفروض على المؤسسات أن تتوقف من بعدها لتناقش الوضع، حيث قال أنه تم تحرير 14 محضر ضد بنوك جزائرية تورطت في تهريب وتبييض الأموال الجزائرية. وهاد المحاضر تخص أيضا منح قروض بنكية
عشوائية غير قابلة للاسترجاع، مثلما تم تحرير 120 محضر ضد 99 متعامل هربوا أموالا للخارج. ويقول أن هناك 50,000 مليار دينار جزائري يتداولها أصحاب الشكارة. هل السيد القصاصي مناضل في حزب العمال؟ لا، هو ليس مناضل في حزب العمال، هو مسؤول في الدولة، مسؤول عن قطاع جد حساس. المفروض الدولة تعلن حالة استنفار قصوى بعد هكذا تصريحات، لكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. ثم ألا تكشف محاكمة قضية سوناتراك واحد حجم الفساد المهول وهدر المال العام؟ ألا يثبت هذا الشيء ضرورة التعجيل بتقييد غاغوتي، بتقييد هذا النزيف بالإجراءات السياسية الصارمة وبمحاسبة كل الفاسدين بتطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ لقد لاحظتم أكيد أنه لغاية الساعة لم أستعمل كلمة أوليغارشيا. أنا مانيش خايفة منها إطلاقا، لأنه هناك من قال لازم تنسى كلمة أوليغارشيا، وأنا ينقل لهم اللي يحسبوا حدو تشيطلو. لاني خايفة من الأوليغارشيا ولا من المفترسين ولا من المافيا، ومناش خايفين. جواب واضح، جواب واضح وصريح. لأنه احنا ولاد الأحرار. لأنه احنا جزائريون، واللي ما يدافعش على شرف بلاده وما يدافعش على الدولة الجزائرية اليوم، واللي يسكت أمام الافتراس، واللي يسكت أمام المافيا أو يخمم غير على مصالحه الضيقة، ما يستاهلش يكون جزائري أبداً. ولأنه احنا مش مصالح ضيقة اللي تحرك فينا، وفاءنا للشهداء، وفاءنا للي قاموا بالجهاد الأكبر، وفاءنا لزهرة ظريف بطاط، لجميلة بوحيرد، لعبان رمضان، لبن بولعيد، وفاءنا لكل الشهداء والشهيدات، وفاءنا لضحايا المأساة الوطنية، وفاءنا لضحايا الواجب الوطني، ضحايا الجمهورية الجزائرية باش تبقى واقفة. ولذلك كلمة أوليغارشيا بلاك ما يستاهلوهاش مامبا، بلك ما يستاهلوهاش، بلك شوية كبيرة عليهم. على خاطر في اليونان صحيح الأوليغارشيا دمرت
اليونان حتى الإفلاس. ما صح الأحزاب والنقابات ما زالت موجودة ومتماسكة وتلعب دورها في روسيا. الأوليغارشيا اللي أسسها بوريس يلتسين بالنهب تاع المال العام، الأوليغارشيا المافياوية اللي دخلت في السياسة كمان جا بوتين وقدر يخرجها من السياسة، يقضي عليها، خرج الأغلبية من السياسة. لكن في أوكرانيا الأوليغارشيا المافياوية تثبت في تفكيك بلادها ورجعت الاحتلال لبلادها تحت الوصاية تاع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية. ولازم تعرفوا باللي اليوم في أوكرانيا الإدارة الأمريكية فرضت أمريكيين من أصول أوكرانية في الحكومة وفي البرلمان الأوكراني. هدوما ما همش أوكرانيين، هدوما عملاء نتاع السية قاعدين يخدموا للإدارة الأمريكية. نعم هذا وين توصل هكذا انحرافات في بلادنا. وإذا كان أصبح واضح الآن أنه يوجد مسؤولون في الدولة أعلنوا الولاء للمستعمر السابق اللي طردوا الشعب الجزائري، طردوه الشهداء. نعم أعلنوا الولاء وعيناني وجهار في النهار من خلال قرارات على مقاس تخدم مصالح شركات تاع المستعمر السابق ومصالحه بصفة عامة. لكن تأكدنا في المرحلة الأخيرة إنه الجانب المافياوي لا كومبوزونت مافيوز نتاع الأوليغارشيا اتغلبت وتوغلت وتغولت، فهي موجودة في المؤسسات، موجودة في الاقتصاد، موجودة في العمل السياسي، وتشكلت في شكل عصابة. وانتخابات مجلس الأمة أثبتت ذلك مرة أخرى وأمام الملأ، يعني جهار في النهار قدام الإدارة والمسؤولين وحتى قدام أجهزة الأمن. المافيا هي اللي تستعمل المناصب نتاعها في المجلس الشعبي الوطني، في الحكومة، وحتى في منظمات جماهيرية هامة لحتى تشن حملات مافياوية ضد كل من يتكلم وضد حزب العمال، لاجئة لأبشع الطرق نتاع المافيا الإيطالية. على واش تلومنا؟ واش اللي ما عجبش المافيا فينا؟ واش اللي أزعج المافيا؟ واش اللي أزعج الحركة الجدد لنيو حركي والمفترسين؟ الشيء اللي أزعجهم هو أننا قلنا الحقيقة، حطينا صبعنا على المشاكل على الجرح، قلنا الحقيقة للشعب حتى يتحمل مسؤوليته باش يدافع عن بقائه وباش يدافع عن الجمهورية وباش يدافع عن الجزائر، عن سيادتها، باش يدافع عن حاضر ومستقبل الشعب الجزائري. نعم هاد المفترسون والمافيا والحركة الجدد أزعجهم وفائنا للجزائر، وفائنا للشهداء. نعم أزعجتهم وطنيتنا، أزعجتهم وطنيتنا وكوننا نسعى من أجل إيجاد سبل توحيد صفوف كل مكونات الشعب الجزائري لنفتح أفق لبلادنا. المافياويون عمرهم ما ناضلوا في حياتهم، ما يعرفوش وش معنى النضال السياسي أو النقابي. هما يدخلوا في الأحزاب ويدخلوا في الهيئات السياسية، يدخلوا في التنظيمات، يدخلوا فيها لحتى يخربوها فقط. المافيات هذه ما تعرفش ما معنى الالتزام السياسي، ما تعرفش ما معنى المبادئ،
ما معنى الشرف، ما تعرفش ما معنى النزاهة والصدق، ما تعرفش ما معنى الوفاء، ما تعرفش ما معنى التفاني. التفاني واللي هما ميزات المناضلين الأصيلين والوطنيين الصادقين. نعم، وعلى هذيك المافيات والحركة الجدد يلجؤون للتجريح، للكذب والافتراء، للابتزاز، لشراء الذمم، للمساس بالعائلات. وأنا أعتقد أن حضوركم هنا وهذا روح الكفاحية العالية جدا هو جواب، جوابنا نحن في ميدان النضال. لأننا كنا أعلننا منذ سنة ونصف خلت عندما شفنا الأوليغارشيا بدأت تبرز وبشكل منظم، يعني نهب المال العام تحول من الكم إلى النوعية، أصبح يعني بشكل منظم. وقلنا أن هذا الانحراف يزج ببلادنا نحو نظام شمولي vers un régime totalitaire، حيث سجلنا وتأكد تجريم العمل السياسي المستقل، تجريم الوطنية، الضغط الإجرامي والغير مطاق على وسائل الإعلام المستقلة لإركاعها لفكر المفترسين والمافيات، التهديدات المباشرة على التعددية الحزبية. هذا كله تأكد في أرض الميدان، بل وأكثر من ذلك اليوم المافيا فتحت أبواب جهنم على بلادنا. لكن عندما نشخص الوضع هكذا لا يمكن أن يفسر على أنه استسلام أو على أنه إحباط، بالعكس لحتى نحفز كل القوى النضالية، لأنه الشعب كاشفهم كلهم وكاشف ألاعيبهم وفايق لهم، ولا يمكنهم شراء ذمم كل الأغلبية نتاع الشعب، لا يمكنهم أبدا. أما الحزب فالحزب اللي يتخلص من الفاسدين ومن اللي هما غير صادقين في صفوفه يزيد، بالعكس يتقوى ويكبر، يروح واحد فاسد يجيوا بعشرات الألاف العمال والنقابيين والشباب والفلاحين والنساء والإطارات اللي هما مستعدين يتحملوا مسؤولياتهم. المستعمر الفرنسي وما قدرش يشري ذمة الشعب الجزائري إلا أقلية صغيرة جدا اللي حكم عليها الشعب وحكم عليها التاريخ. واليوم الشعب الجزائري يجب أن نذكر هو الذي انتزع الاستقلال، هو الذي هزم القوى الاستعمارية العسكرية السادسة أنذاك. نعم، بإرادته المحضة، بكفاحيته، نعم بتطلعه للتحرر من نير الاستعمار والاستغلال. اليوم وحيث يريد البعض أنه يرجعونا المستعمر القديم ويرجعونا نظام الأندجنة والخماسة والبشغات والقياد، نحن نقول لهم كلا، فشرتم كلا، لن يحدث هذا أبدا، لن نسمح بهذا. اليوم الأغلبية تدرك جيدا أنه من مسؤولياتها إنقاذ البلاد من الإفلاس وإنقاذ ذاتها من الضياع، و
إنقاذ الجزائر من الاستعمار مرة أخرى، وسوف تجد الأغلبية القوة الضرورية لتحمل مسؤوليتها بالكامل، وسوف تجتث من جسمها، سوف تجتث الغنغرينة. Oui, la majorité trouvera les forces nécessaires qu'elle puisera justement dans notre histoire et dans la révolution pour assumer sa responsabilité et extraire de son corps la gangrène اللي قاعده تتقدم كل يوم اكثر. ولقد انطلقت مسارات مقاومتيه كفاحيه عده لدى الجماهير الشعبيه الواسعه، لدى العمال الذين يدافعون عن شركاتهم، يدافعون عن حقوقهم. فمجموعه 19 اللي وقعت على الرساله لمطالبه مقابله رئيس الجمهوريه بمثابه هذا المسعى، بمثابه وحده عمل من بين مناضلين ومناضلات صادقين لا يسعون من أجل مصالح إنما للمساهمة في إيجاد منفذ لهذا الانسداد الكلي، هذا الانسداد الكلي في الجانب السياسي اللي تتخبط فيه بلادنا. لقد توجهنا لرئيس الجمهورية بكل احترام للتعبير عن مخاوفنا. ردة الفعل الجد عنيفة من قبل السلطة الموازية أكدت أولا مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الهيئات الشرعية من قبل دوائر مافياوية، وأكدت أيضا صحة مسعى مجموعة 19. وهذا التلاقي سيد جونكسيون، هذا التلاقي أزعجهم لأنه يكرس ويجسد الاستمرارية ما بين الثورة التحريرية وأجيال ما بعد الاستقلال، لأنه أول الموقعين هم من القدماء المجاهدين، من اللي كان محكوم عليهم بالإعدام، من الذين عذبوا واللي كانوا مستعدين يقدموا حياتهم قربانا لتعيش الجزائر حرة ومستقلة. ومعاهم مناضلون ومناضلات، مثقفون، مسؤولون لا ينتظرون شيئا من السلطات، لا مناصب ولا امتيازات، فقط الإسهام مع المجاهدين والمجاهدات في إيجاد المنفذ لهذا الانسداد. وعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني، وبغض النظر عن طبيعته، إن تعبئة النواب من مختلف الانتماءات السياسية ومن بينهم نواب حزب العمال وأيضا جزء من نواب الأفلان، تلك التعبئة لا تؤكد بأن هناك عملية فرز جارية على كل المستويات. Oui, il y a un processus de décantation à tous les niveaux. فرز وإعادة تشكيل سياسي، décantation et recomposition politique. وهذا التلاقي ما بين هؤلاء النواب جعل المواطنين يستعيدون الثقة ولو جزئيا. فحيوا هذاك العمل الذي قام به النواب، العمل المقاوماتي دفاعا عن الدولة، دفاعا عن حدود بناء اقتصاد قابل للدوام، دفاعا عن شروط بقاء غالبية الشعب. فالمادة 62 اللي كانت 66 والآن
بالترقيم الجديد أصبح 62. النقابيون الموجودون بكثرة يعلمون جيدا بأنها تستهدف كل المؤسسات العمومية دون استثناء، لأنها تفتح الباب للخوصصة الكلية 100% وتنحي حق الشفعة نتاع الدولة اللي كان أدرج في سنة 2009، وهذا يعني بمثابة مصادرة للسيادة نتاع الدولة في المجال الاقتصادي. وتعلمون جيدا أن المواد 51 و 53 اللي يعرضوا ممتلكات الجماعات المحلية للبيع، هذا يمهد ويبرمج إفلاس البلديات كليا، إفلاس البلديات، لأن المفترسين هم اللي رايحين يستحوذوا على كل الممتلكات. وهذا القرارات غير دستورية، المساس بالأملاك الخاصة للدولة. المادة 71 اللي تصادر صلاحيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورئيس الجمهورية وكل وزير، هذا المادة 71 اللي تعطي لي وزير المالية صلاحية المساس بميزانيات كل القطاعات دون استثناء أثناء السنة المالية، هذا بمثابة انقلاب دائم، انقلاب شرعنا لانقلاب دائم. أما المادة 59 اللي هي تشرعن المديونية الخارجية، مش تاع الدولة حتى، لا، شركات بما فيها أجنبية اللي تكون موجودة في بلادنا خاضعة للقانون الجزائري مثل بيجو وغنو وألستوم، لأنه هذا هو الصح في الواقع. هادو ما يقدروا مع المفترسين يسلفوا سوارد من برا، والدولة هي الضامن، الخزينة العمومية هي الضامن. وعندما الخزينة تاع الدولة تفلس آنذاك تولي الدولة تسلف من عند المفترسين باش تسدد فوائد الديون نتاعهم والأصول نتاع الديون نتاعهم على الطريقة اليونانية بالضبط، على الطريقة اليونانية. وكل محاولات تغليط المواطنين والمواطنات من قبل اللي جابوا هذا الإجراءات اللا وطنية واللا اجتماعية باءت بالفشل، لأن المواطنين قادرين يقراوا قانون مالية وقراوا ومطلعين جيدا. جامي سمعنا في تاريخ الجزائر المستقلة إن خرجت اعتصامات في الشارع ضد قانون المالية، وهذا يعكس الوعي السياسي والكفاحية نتاع الشرائح الشعبية الواسعة. ولقد حدث تلاقي، il y a une jonction ما بين مجموعة 19 والنواب 92 اللي وقعوا على الرسالة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بتشخيص الوضع وبالمخاطر، لأنه تأكد أن السلطة الموازية هي اللي فرضت التوجهات انتاحة. نعم، توجهنا للسيد رئيس الجمهورية من خلال الرسالة 19 ومن خلال الرسالة النواب، لأننا متمسكون بالسيادة الوطنية ضد كل تدخل خارجي في شؤون بلادنا، ولأننا نسعى من أجل إيجاد الحلول الوطنية حصريا. لا نتوجه لا للأمم المتحدة ولا للاتحاد الأوروبي ولا للناتو ولا لأوباما ولا لهولندا، لأن الأزمة الجزائرية سوف يحلها الجزائريون دون سواهم مثلما حدث مع المأساة الوطنية بالضبط. وتمكننا من حماية سيادة بلادنا من التدخل الخارجي، وهذا ما يفكره تشاطره أغلبية الشعب
عندما تتوجه يتوجه المواطنون من عمال من شباب من شرائح شعبية منجرحة للسلطات المركزية أو المحلية، حيث لا يتوجهون أبدا للسفارات والقنصليات، وهذه رسالة واضحة جدا. إن المفترسين عامة والمافيا بالخصوص، عليهم أن يفهموا جيدا بأن تلك الهبة الشعبية الرائعة، تلك الهبة الشعبية الرائعة إثر وفاة المرحوم دال حسين، حسين أي تحمد المجاهد والمناضل، رحم الله فقيد الجزائر، ولينم قرير العين، لأننا سوف نصون الأمانة، معية الأغلبية الواسعة نتاع الشعب. نعم سوف نصون الأمانة اللي هي الاستقلال، اللي هي السيادة، اللي هي الحفاظ على الملكية الجماعية للأمة الموروثة عن الثورة التحريرية. قلت أن المفترسون والمافيات خصوصا هدوما يجب أن يدركوا بأن هذيك الهبة الشعبية هي رسالة واضحة، هي رسالة واضحة تعبر عن تمسك الأغلبية الساحقة نتاع الشعب بالثورة التحريرية تاع أول نوفمبر 54 بتاريخنا المجيد، تعبر عن وفاء الشعب للشهداء، تعبر عن تمسك الأغلبية وتطلعها للديمقراطية الحقة اللي ناضل من أجلها المرحوم دال حسين. الأغلبية اللي هما شباب عمرهم ما التقوا بالمرحوم حسين أي تحمد، عمرهم ما التقوا به في نشاط سياسي، لكن هذيك الهبة الشعبية هي حكم، هي حكم سيتان فيرديكت سانز أبيل، هي حكم غير قابل للطعن. على المفترسين، على المافيا، على الحركة الجدد، على تبديد ونهب المال العام، وهذه الهبة الشعبية تؤكد راهنية المجلس التأسيسي السيد اللي ناضل من أجله حسين أي تحمد. فعلا اليوم المسألة نتاع المجلس التأسيسي تستعيد كل راهنيتها، توت سون اكتواليتي، علاقة بطبيعة الأزمة وبخطورتها ولاستكمال أهداف الثورة التحريرية. أخواتي إخواني، لن أتكلم كثيرا عن مشروع تعديل الدستور، لأنه بعد مرور أسبوع فقط من نشر مجلس الوزراء وبعجالة قام بتبنيه دون تغيير ولا فاصلة، ولا فاصلة، ولا فاصلة، معناه المجلس الدستوري المفروض أنه يفصل في الشكل، أي طريقة تمرير هذا المشروع، طريقة تمرير هذا المشروع عبر استفتاء شعبي أو غرفتي البرلمان. لكن بيان مجلس الوزراء يعلن عن اللجوء للبرلمان، لغرفتي البرلمان، وبالتالي حتى إخطار المجلس الدستوري يفقد معناه، يفقد معناه. إذن النقاش ما عاد له جدوى، ومن الواضح أنه هما خايفين، اللي حابين يمروا هكذا خايفين من الشعب، خايفين من النقاش الشعبي. نقاش إذن لا جدوى منه، من حيث لا توجد أي هيئة، أي هيئة
يعني تكون عندها الشرعية اللي تكون مكلفة بمتابعة النقاش لتسجيل النقاط التوافقية، ضمانات، الضوابط، المقاييس، القواعد المشتركة، واللي تأسس حقيقة للديمقراطية والسيادة الوطنية. وبالتالي يبدو أن الشعب وضع أمام الأمر الواقع. Alors, apparemment, le peuple est placé devant une situation de fait. فهو في واد والمسؤولين في واد آخر، لأن اللجوء للبرلمان هو بمثابة مصادرة للسيادة الشعبية، ثم الأمر يتعلق بمجرد تعديلات ليس بالإصلاح السياسي العميق الذي وعد به رئيس الجمهورية منذ 2011، حيث قال الشعب هو الذي سوف يفصل ويحدد طبيعة المؤسسات لتكون لا غبار عليها في منتصف شهر مارس، شهر أفريل، ثم في 3 ماي من سنة 2011، وآخر مرة يوم أداء اليمين الدستورية. وبالتالي ورئيس الجمهورية منتخب، فالسؤال المطروح: من يخاف الشعب؟ من يخاف الشعب حتى لا يسمح له بالتعبير عن رأيه؟ اللي عندهم تبن في كرشهم هما اللي خايفين من الشعب، عندهم تبن في كرشهم خايفين من الشعب. صحيح انه في هذا المشروع بعض النقاط الإيجابية، لكن نفس النظام اللي أنجب الفساد المعمم والافتراس ثم المافيا، واللي هدد كيان واستمرارية الأمة، مازال قائم. وفي غياب رقابة شعبية ورقابة من ممثلي الشعب على المال العام، معناه الانحرافات متواصلة. سوف نحسم نحن كحزب في موقفنا بعد صدور قرار المجلس الدستوري، وسوف نتناقش مع النواب الذين وقعوا على الرسالة لرئيس الجمهورية، مثلما مجموعة 19 أيضا سوف تناقش هذا المسألة، فلا يمكننا أن نهمل أي مسألة اللي تخص مصير البلاد، واللي تأكد مرة أخرى الانحرافات الخطيرة. لكن هناك سؤال اليوم يطرح نفسه: مجلس الوزراء أصدر البيان نتاعه على الساعة 8 مساء إلا 5 دقائق، طلعنا عليه، ثم في منتصف الليل يعني على الساعة 11:40 ليلا تصدر برقية ديباش في وكالة الأنباء الجزائرية، تعدل البيان تاع مجلس الوزراء. هذا التعديل أو التصويب مش مجلس الوزراء اللي أصدره، لا، إنما حسب هاد جوستومون لا ديباش تاع لا بي اس، إنه مصدر مطلع، جد مطلع على مستوى رئاسة الجمهورية، يصحح فيما يتعلق في المادة 51 المتعلق بشروط تمكن مزدوجي الجنسية من الحصول على مناصب سياسية ومناصب مسؤولية. بغض النظر عن مضمون هاد المادة، اللي احنا نعتقد انه يجب ان تناقش بكل هدوء لحتى توضح، يعني يتم توضيح الامر بالطريقة اللي تحمي بلادنا حتى ما تصرناش كما اوكرانيا من ناحية، ولكن من ناحية اخرى انه ما نعاقبش جزء من الشعب الجزائري بسبب
ظروف تاريخية ما. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، من هو هذا المصدر؟ شكون هذا المصدر الغامض اللي ما يحطش اسمه ويتكلم باسم مجلس الوزراء بل باسم رئيس الجمهورية؟ شكون هذا؟ وكيف لوكالة الأنباء الرسمية تاع الدولة أن تنشر هكذا خبر؟ وكيف نفسر سكوت كل مؤسسات الدولة بما فيها اللي شاركوا في مجلس الوزراء وعلى بالهم باللي هذا التصويب ما كانش موجود، على بالهم باللي هذا ما كانش موجود؟ ألسنا أمام عبارة صريحة لممارسات السلطة الموازية؟ Nous sommes-nous pas face à une expression claire et même officielle du pouvoir parallèle؟ لأنه الأبيس راهي رسمية ونشرت كأنه قرار، كأنه بيان تاع مجلس الوزراء. إذا عندنا مجلس وزراء رسمي ومجلس وزراء تاع الضل، تاع الظلام، وهي نفس السلطة الموازية اللي دخلت في قانون المالية التكميلي ل 2015 وقانون المالية السنوي ل 2016 ويعني استعملت بما فيها الانقلاب، لجأت للانقلاب في الليل، نفس الشيء في الليل، انقلابات في الليل، في الليل داخل لجنة تاع المالية بالمجلس الشعبي الوطني ثم أثناء الجلسة العامة المخصصة للتصويت لحتى تفرض هذه السلطة الموازية الإجراءات الجائرة للديسبوزيشن سيليرات أنتي ناسيونال وأنتي سوسيال، الإجراءات إذن الجائرة اللا وطنية ولا اجتماعية. ما هي الصورة يا ترى؟ ما هي الصورة البشعة والفظيعة اللي احنا قاعدين نرسلوها عن بلادنا للخارج مع هكذا ممارسات اللي تبين باللي الدولة الشرعية مغيبة من طرف سلطة ظل؟ Quelle image hideuse renvoyons-nous ainsi à l'étranger avec de telles pratiques qui établissent que l'État légal est absent par une décision d'un État parallèle ou... Trop tard. إن حزب العمال لم يغير أبدا لا طبيعته ولا سياسته ولا تصرفه ولا ممارساته، إنما السياسات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات السياسية المافياوية هي التي تغيرت جذريا وهي تهدد كيان الدولة والأمة ككل. حزب العمال يكافح كل المخاطر مهما كان مصدرها، واليوم لقد تأكد بالنسبة للجميع أنه للأسف المخاطر الداخلية أصبحت أكبر من المخاطر الخارجية، ولأنها تدمر مناعة الأمة، تدمر مناعة الأمة، مناعة الدولة في كل الجوانب، في كل الجوانب، وتعرض البلاد للتدخلات الخارجية والابتزاز بل وحتى للتهديدات الإرهابية، لأن كلنا نعلم جيدا بأن الإرهاب يوظف الهشاشات السياسية والاجتماعية. لكن وفي نفس الوقت الأغلبية الساحقة نتاع الشعب يعني موقفها حاليا وكيف حيتها غير مسبوقة، لأنها واعية بكل الرهانات وهي تبين كل يوم أكثر أنها تملك كل القدرة على الفرز، وهي قد حددت أعداءها شكون وتعرف شكون أصدقائها، وكفاحيتها تزيد كل يوم أكثر لأن المسألة مسألة بقاء بالنسبة لها
وبالنسبة للجزائر. إذن علينا أن نستعد، علينا أن نستعد لنحول هذا الرفض الشاسع لقانون المالية لسنة 2016، هذا الرفض الشاسع لمافيوت العمل السياسي وهذا التضامن الغير مسبوق اللي يحظى به حزب العمال حاليا، لنحول هذه القوى إلى قوى منظمة لنكون جاهزين للموعد الكبير، pour être prêt en prévision du grand jour، حتى نساعد الأغلبية لتنظم التعبئة الشاملة وفي نفس الوقت نجنب بلادنا كل انحراف. أنتم تدركون جيدا وفي الماضي القريب تأكد ذلك أنه يمكن للشعب أن يقلب الموازين ويمكن للسياسات أن توقف وتتغير، وبالتالي فلنركز على الرهانات المصيرية في عملنا الميداني وفي تفكيرنا ونقاشنا مع المواطنين والمواطنات حول المسائل الجوهرية اللي هي قانون المالية 2016 الكارثي والانحطاطي ومخاطر صمولت للدانجي دو سوماليزاسيون تاع البلاد اللي تسببت في الفوضى العارمة وتفكك الصومال بعد انهيار الدولة. فلنقولها من الآن، قانون المالية لسنة 2016 مش قرآن منزل أبدا، هو مجرد قانون ويمكن تعديله من خلال قانون مالية تكميلي، من خلال قانون مالية تكميلي لهذه السنة. وبالتالي التوجه نتاعنا واضح لحتى نحرر الاقتصاد الوطني من الفاسدين ومن المافيا، ونقضي على المادة 59 والمواد 51 و53 والمادة 62 وكل المواد الجائرة واللا وطنية. هذا مش مطلب حزبي، هذا مطلب عمالي وشعبي، هذا معركة مصيرية. ثم الانحرافات الخطيرة اللي تهدد كيان الدولة ليست حتمية أبدا، ليست حتمية. Non, ce n'est pas irréversible. Ces dérives ne sont pas irréversibles. Et la loi des finances 2016 n'est pas le Coran. Ce n'est pas un texte sacré. Elle peut être modifiée par une loi des finances complémentaires 2016. Et c'est un combat que doivent mener ensemble les travailleurs, les syndicalistes, les jeunes, l'écrasante majorité. فلنأخذ العبرة. صحيتي هذه الزغاريتة كما تاع الثورة، تاع الصح هذه تاع الثورة. فالخير يا أخي، الزغاريت تاع النساء الجزائريات كي كانوا يدفنوا الشهداء أزواجهم وأبنائهم وأبائهم، كان يرعب جيش الاستعمار، كان يرعبه.
يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. نعم، هما اللي لازم يخافوا، لازم يخافوا من كفاحيتنا ومن الزغاري تاع النساء تاعنا، تاع المناضلات النقابيات والطالبات، تاع الشباب، لازم يخافوا. هما اللي لازم يخافوا، هما اللي لازم يخافوا. نعم، لنأخذ العبرة ولنستمد القوة من ثورتنا المجيدة، من الثورة الفلسطينية أيضا التي تسترجع أنفاسها. فالظروف الموضوعية، فالظروف الموضوعية الوحشية هي التي تولد الثورة. الحجرة تولد الثورة، نعم الحجرة تولد الثورة. احشدوا الأعداد في كل مكان، احشدوا الأعداد باش يدوي الصوت نتاع الأغلبية قائلا ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم عن الجزائر. باليبات، باليبات دوفون نوتر ألجيري، ارفعوا أيديكم عن الدولة الجزائرية. باليبات دوفون ليتا ألجيريان، ارفعوا أيديكم عن ثروات بلادنا، ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم عن السيادة الوطنية، ارفعوا أيديكم عن الاستقلال. كفى، كفى الآن، كفى، كفى الآن، كفى افتراسا، كفى نهبا. لقد حان وقت الحساب، لقد حان وقت الحساب. قررنا استرجاع بلادنا وحقوقنا المهضومة، قلوها، قررنا استرجاع كرامتنا المهدورة، قررنا التصدي والمقاومة، قررنا تحرير الجزائر من المفترسين، من المافيات، من الحركة الجدد. قررنا، قررنا إبطال المشروع الاحتلالي، قررنا الانطلاق في هبة وطنية لتستعيد بلادنا مكانتها وسيادة قرارها. قررنا تعطيل مسنن البؤس والعنف، قررنا توقيف الآلة الكاسحة لنعيش في أمان وسلام، لنؤسس للديمقراطية الحقة بمضمونها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. قررنا توقيف أيادي الإجرام، قررنا توقيف أيادي الإجرام، أيادي الإجرام، قررنا توقيف أيادي الإجرام لتعيش الجزائر حرة سيدة ومستقلة، لتعيش الجزائر حرة سيدة ومستقلة، لتعيش الجزائر حرة سيدة ومستقلة. والسلام عليكم.